في إطار لقاءاته مع كبار المسؤولين باليوناميد والسلطات الولائية والمجتمع المحلي، زار السيد مارتن أوموبيهي الممثل الخاص المشترك لبعثة الاتحاد الإفريقي كل من زالينجي بوسط دارفور والجنينة بغرب دارفور ونيالا والضعين، حيث عقد السيد أوموبيهي خلال زيارته اجتماعات رسمية ومؤتمرات شعبية شملت ولاة الولايات ومسؤولين بالجيش والشرطة السودانية والسلطات الأمنية وكذلك النازحين واللاجئين والإدارات الأهلية، النظار والعمد والمشايخ وأعضاء فريق الأمم المتحدة القطري، وذلك لتبادل وجهات النظر حيال عملية السلام في دارفور. وخلال زيارته لمدينة الجنينة التقى سعادته بوالي غرب دارفور بالإنابة، وبعدها زار معسكر أردمتة للنازحين، حيث تناول خلال لقائه بنازحي أردمتة جهود الوساطة الأخيرة التي قام بها بصفته كبير الوسطاء، مشددا على أهمية انضمام الحركات المسلحة الغير موقعة إلى جهود السلام لتحقيق السلام بدارفور. وسبب مجيء اليوم هو شيئين، أن أراكم وأتعرف بكم وأيضا أن أستمع إليك. I want to also know what your problems are so that I can see in what way we can help. وأيضا أريد أن أطلع على مشاكلكم لكي نرى كيف يمكنني أن أساعدكم. But first of all, let me tell you what our mission is. ولكن خلوني أقول لكم الأول اليونامد هي شنو. As UNAMID, we have three main assignments. البعثة عندها ثلاث مهام رئيسية. We are not the government of Sudan. نحن ليس حكومة السودان. We are not representing any government anywhere in the world. ونحن لا نمثل أي حكومة في أي مكان في العالم. We are representing the United Nations and the African Union. نحن نمثل الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي. We are here to help the government of this country and the people of this country. ونحن هنا لنسدي العون والتعاون مع حكومة هذا البلد وشعب هذا البلد. Including you. وبما فيهم أنتم طبعا. وفي ولاية جنوب دارفور التقى بسلطات الولاية التي أعربت عن ترحيبها به، كما أعربت عن استعدادها للتعاون مع اليوناميد حول جهود حماية المدنيين. وبعدها التقى بنازحي معسكر كلمة وحثهم على التحلي بضبط النفس في أعقاب تبادل إطلاق النار الذي وقع مؤخرا بسوق المعسكر على يد مجهولين، وأكد التزام اليوناميد بحمايتهم. What I am begging of you is please let us remain peaceful. أنا الرجاء الوحيد عندي منكم بس رجاء واحد، خلينا نبقى مسلمين، خلينا نبقى مسلمين. It is only through peace, through dialogue, and through conversations that we can make sense to each other. لكن لا احنا ما هنفهم بعض الا اذا تحاورنا مع بعض وتكلمنا وخدنا ودينا من بعض. Military option is no solution to this problem. الحل العسكري ما حل هذه المشكله. It's the poor people who die, the big ones, whatever side they belong, will escape. عادة اللي بيروح ضحية في الموضوع ده بموت هم الناس الصغيرين العاديين اللي زي وزي، لكن الناس الكبار ما بيعملوا حاجة. So please, I want us to continue to have this engagement of dialogue and of conversation. وفي الضعين التقى الممثل الخاص المشترك بوالي الولاية وزعماء الإدارة الأهلية وحثهم على روح التعاون لتسوية النزاعات القبلية، مؤكدا استعداد اليوناميد لدعم جهود المصالحة في حدود الإمكانيات المتاحة. وأيضا زار سعادته معسكر خور عمر بالقرب من الضعين، حيث يقيم آلاف اللاجئين من جنوب السودان الذين سعوا لإيجاد مأوى في أعقاب فترة انعدام الاستقرار التي شهدها جنوب السودان مؤخرا. I wanted to come here so that I can see for myself what the situation is like in the camp. أنا حريص بنفسي، أنا ذاتي كنت حريص أنه أجي أشوف بعيني ذاته بالعيون دي أشوف الوضع اللي أنتوا عايشين فيه في المعسكرات هنا كيف. Now I have come and I have seen. الليلة أنا جيت المعسكر هنا وشفت أوضاعهم. وشدد سيادته على أهمية التعاون فيما بينهم وآليات الإدارة الأهلية في مختلف الولايات وسائر سكان دارفور. أختي.